خلينا ناخد عبر الهاتف دايما كل انجاز بيكون معانا وعمره ما بيحب يظهر قدام الكاميرا بصراحه. انا بتكلم يعني احنا بنقعد نتكلم معاه كتير ودايما يقول لا خلوا اصحاب الانجاز هم اللي يطلعوا، خلي اصحاب الانجاز هم اللي يتكلموا. وليه دور كبير جدا وظابط المنظومه الحقيقه في العاب الماء بشكل كبير. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، اهلا بك يا كابتن وائل. باشمهندس وحشني والله، وانا ببقى سعيد بالمكالمه الجميله اللي انت بتكلمها لي من حين لاخر. يا رب يا رب دايما يا كابتن. انجازاتكم اللي بتتكلم يا كابتن وائل، والله مش احنا، والله انجازاتكم فعلا في قطاع العاب الماء حاجه تفرح بصراحه. ربنا يخليك، وده مش برضه زي ما انت حضرتك قلت، ده مش انجازي، ده انجاز الناس اللي قدامك. جايز من اول العام حمام السباحه لغايه الكابتن محمد فاضل اللي هو نائب رئيس الجهاز. انا مجرد ترس في منظومه احنا كلنا بنحترم بعض وبنشتغل عشان اسم النادي الاهلي وعشان الابطال اللي قدام حضرتك. الكبير دايما بيكبر اللي حواليه، وانت يا كابتن وائل طول عمرك كبير والله يا كابتن. وانا بقول الكلام ده يعني ان انا فعلا ده يعني شعوري، ودايما علاقتي بيك علاقه يعني اخ، مش بس معايا انا، لا ده انت مع النادي كله. كابتن وائل خلينا نتكلم في الغطس بشكل يعني بشكل يعني مكثف شويه. المشروع ابتدى من 5 سنوات وحضرتك خططت مع المجموعه كلها للي احنا فيه دلوقتي، يعني ال5 سنوات باختصار يا كابتن، باختصار كده اتفضل يا كابتن. سريعا كده، احنا كان لينا تارجت، انت عارف حضرتك احنا في حاجه اسمها اداره وفنيات. احنا كان لينا تارجت اولا كابتن طارق، يعني كان من الدور المهاجره، احنا هو اصلا ابن النادي وبطل النادي، هو اللي ربنا جعله سبب بعد ربنا ان احنا نعمل الشغل ده مع كابتن عمرو مع كابتن فاضل، لان في منظومه اداريه ومنظومه فنيه. الحمد لله الاثنين كان في تعاون بينهم وسيط، جبنا الابطال اللي حضرتك شايفهم دول، اشتغلنا عليهم منظومه بقى في الاجهزه المعاونه، مدربين من ناس جمباز من ناس بتوع فتنس كل حاجه. نعم اشتغلنا والله، احنا لسه والله انا بشكر كابتن عمرو برضو، عاملين اللي هي الدراي لاند دي شفناها في نادي هليوبوليس ونادي الجزيره، عملناها بالجهود الذاتيه. صحيح ارتقينا بالمستوى، ابتدينا نشتغل كل واحد بيشتغل في المنظومه دي عشان نوصل النهارده ان احنا في الثلاث منافسات براعم ناشئين عمومي ان احنا واخدينهم كلهم. مجهود ناس تعبانه صبح وليل، ناس بتفكر ما بننامش، موضوع كبير. انا بشكر الناس اللي قدامك دي كلها تعبت، بشكر طارق، بشكر مها، بشكر شهر، مش عارف مين معاك في الرابع، علي معايا يا كابتن، علي معايا، بشكرهم جدا، بشكر الناس اللي هتقابلهم، بشكر الناس اللي بتسمعنا، بشكر ناس كل اللعيبه اللي موجوده، كل دول مجهود، بشكر الاداريين، بشكر كل الناس. انا وبشكرك على المستوى الشخصي عشان انا بحس ان احنا المجهود ده ما بيروحش هدر. حبيبي يا كابتن، ان انت تلتقي بالناس دي وناس تعرفها يعرفوا مدى المجهود اللي هم عملوه وازاي بيشرفوا النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن، واسمح لي بقى احنا اللي نشكرك يا كابتن وائل على مجهودك وعلى دعمك الكبير. كبير والكبير بيكبر اللي حواليه. بشكرك يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، الحقيقه من الشخصيات الكبيره والجميله جدا. بشكرك يا كابتن وائل.